مساء الخير. النهاردة هنتعلم رسم الشفايف. طبعا زي ما احنا عارفين ان الشفايف بتختلف من انسان للتاني، بتختلف على حسب برضو العمر، تمام؟ بس احنا هنرسم اللي هي الشفايف العادية بحيث ان تكون حاجة تدريب للناس المبتدئين، تمام؟ اتمنى ان انتوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا شير للفيديو علشان زمايلكم واصحابكم يشوفوا الفيديو، تمام؟ يلا بينا نبدأ. اولا عشان اعمل شفايف لازم اعمل خط كده. الخط ده يا شباب هيكون مقياس للشغل بتاعي، يعني هو اللي هيبقى الميزان بتاعي، الميزان الشغل، تمام؟ هو اللي هيوزن الشغل بتاعي. وبعد ما اعمل خط كده ابدا اعمل دوران الشفايف من الداخل كده، تمام؟ وبعدين اعمل السنان، السنة الأولى بتبقى صغيرة خالص كده وتنزل بسنة تانية أكبر منها كده، وسنة تانية بتبقى برضو كبيرة، والتانية تبقى صغيرة أصغر منها زي ما احنا شايفين، تمام كده، ودي بتبقى صغيرة كده. يبقى أنا كده عملت السنان وعملت الفم من الداخل. بعد كده ابدأ اعمل زي علامة سبعة بالشكل ده، وزي ما احنا ماشيين على الخط بتاعنا اللي احنا اتفقنا هيكون المقياس بتاع الشغل بتاعنا، وابدأ اعمل دوران الشفايف. لو انا عايز اظبطها ممكن اعمل عبارة عن دوائر هنا، تمام كده، بس احاول اخلي الدايرتين يكونوا كد بعض، يعني ولا دايرة اكبر في الطول ولا في العرض، الاثنين كد بعض بحيث ان يظبط لي الشفايف. وممكن اعملها كده وممكن اعملها بدوران كده، بس انا بفضل الدوران، تمام. بعد كده ابدا اعمل الشفة من فوق بالشكل ده. وابدأ أظلل أمسح الخطوط الداخلية زي الدورانات كده، تمام، والخط اللي هو على الطرف، وابدأ بعد كده أظلل. طبعا التظليل أنا لازم أستخدم قلم يكون النوع بتاعه زاهي، زي مثلا وليكن B12، تمام، أو ممكن B10 أو B9، كل الدرجات دي درجات زاهية ودرجات تنفع في التظليل، تمام. الجزء اللي هو من الداخل ده لازم يكون غامق جدا، يعني حاولوا تعملوه باغمق درجة عندكم. انا هنا عملته اهو، وهعيد عليه تاني علشان برضو يكون زاهي. طبعا انا مش عارف الفلاش مضيع الشغل. بصوا يا فنانين، يعني لازم تاخد بالك ان الطرف هنا هيكون غامق، يعني هيكون اغمق من باقي الشفة يعني، تمام. هنشوف دلوقتي. هنا برضو نفس النظام. عايزكم تاخدوا بالكم من حاجة بسيطة، ان الظل الغامق بيكون من تحت دايما، يعني بيكون من تحت ويطلع على مفيش زي ما احنا شايفين، بيكون من تحت غامق ويطلع على مفيش زي كده.
هنبدأ نظلل نسيح التظليل بتاعنا بالمنديل زي ما احنا عارفين، او بالطريقة اللي انت بتستخدمها، سواء كنت بتستخدم اللي هي بتاعة الودان اللي هي بتيجي من الصيدلية دي، او بتستخدم ادوات خاصة بالتظليل زي الجلامة اللي انا عرفتها قبل كده. وقلت ان دي يعني انا من وجهة نظر الشخصية ان هي لا تصلح للتظليل، يعني معرفش انتوا بقى بتستخدموها ولا لا. ونبدأ نظلل السنان. وهنا نبدأ نعمل التظليل بتاع الشفة من فوق. هندي بس هنا شوية ظل من تحت. نحاول ناخد بالنا في درجات التظليل بتاعتنا، يعني نحاول نخلي فيه تنسيق في التظليل ونموت على الطروف، يعني الطرف ده المفروض ان احنا نموت عليه، ما نسيبوش كده باين ان هو الدنيا فيه ضياع. ماشي، وكده نكون رسمنا اول نوع من انواع الشفايف. ندخل على النوع التاني. النوع التاني اللي هي شفايف لما تكون مكفولة، تمام، وبرضو هيكون المفتاح بتاعنا هو خط في هنا، بس الخط المرة دي هيكون مرفوع لفوق شوية، يعني هيكون في انحناء لفوق زي كده مثلا. ركزوا معايا، الخط بتاعنا هيكون كده، يعني مش هيكون على خط مستقيم، تمام. وبعد كده هنبدأ ناخد دايرة صغيرة جدا زي كده، يعني يكون حاجة غير ملحوظة بشكل كافي، تمام. وهنبدأ نعمل كده، وبعد كده هنعمل كده، تمام. الشكل ده، وهنبدأ نعمل الشفة اللي من تحت بالشكل ده، ونمسح الطروف بتاعتنا لان خلاص مش محتاجينها تاني. طبعا التخطيط بيكون بقلم ضعيف، يعني زي اتش مثلا 9، اتش 4، اتش على حسب، ومش لازم ان انت تضغط على الورقة وانت بترسم، يعني لازم يكون الخط خفيف علشان لو في خطأ وحبيت تمسح تعرف تمسح. وزي ما انا قلت لك قبل كده ان مش معنى ان انت بترسم يبقى ان انت ما تخطأش، او مش معنى ان انت بتمسح يبقى انت مش رسام، لا، كلنا بنمسح ونغلط ونصلح ونعدل. مش المهم ازاي انا ما غلطش، او مش المهم ان انا غلطت او ما غلطتش، المهم ان الشغل بتاعي يطلع بشكل كويس، تمام. هنبدأ نظلل الشغل بتاعنا بقلم زي ما احنا شايفين برضو ب 12 او ب9 او ب10، يعني ب9، تمام. زي ما احنا عارفين برضو الظل هيبقى الغامق من تحت. تمام، وهنا هنبدأ نظلل الشفة من تحت، تظليل تحت الشفة. بس طبعا انت ما تظللش غامق بالشكل ده، لو انت بترسم صورة شخصية شوف تحت شفته في ظل قد ايه، وابدأ يشتغل بالمقياس اللي موجود عندك. انا بظلل
بطريقة عشوائية علشان خاطر أوريك إزاي الشفة بتترسم، تمام؟ إنما أنت ظلل بالشغل اللي موجود قدامك. يعني أنا هنا مثلا من تحت عامل غامق ومن فوق غامق، فأنت لو في صورة بتشتغل فيها بورتري مثلا الظل مش بنفس الدرجة دي، خلاص ما تعملش نفس الدرجة دي. أنا بعملها بس عشان أوري لك إزاي الشفة بتترسم مش أكتر، لكن أنت اشتغل بالمقياس، بالمقياس اللي هو موجود في الصورة. وبكده نكون احنا رسمنا الشفة بشكلين، تمام؟ الفلاش عامل نكون رسمنا الشفة بكذا شكل، ولازم تبدأ تظلل علشان يديلك طريقة الواقعية زي ما احنا شايفين في الشفة وكأنه لمعان، تمام؟ اتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، واتمنى ان انت تعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو لاصدقائك علشان يشوفوا الفيديو ويتعلموا ازاي يرسموا الشفة زي ما انت تعلمتها. شكرا ليكم، وانتظرونا ان شاء الله في درس جديد من قناة تعليم الرسم رسامين.